بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. بل وبين الساد درزكي أمره اشتكي السادة عن في بلم كل درسي في أشوال بير ما تشوفي وتعملين إمامي تفتازاني لسر فرما يشتكي خطيب فرمي واقتصر المصنف على مثال التقوي، واقتصر على مثال التقوي يعني وكو بلي نموني بباسي تخصيصا كنية ناوت ونيا جانا منك تشيبو بباسي تقوي نعم شاف او ديو مثبت يخيب الذي ونفيك يا وتي أنت لا تكذب، أنت لا تكذب. قال واقتصر على مثال التقوي وبالله أمن منبو تخصيص ناشي. أوتمن بوتخصيص شيان وبوتخصيص ناشيان على قيبة هبون ونبوني زعم كانوا هيا. بو يعني يسو أنت لا تكذب أقل برامبر الزعم وبالله مفيد تخصيص نية. ها؟ يا هو لا يكذب، يا زيد لا يكذب مثلا. وتخصيص ناشية ها نخوي قصك وا أفهم إمامي تفتاز يعني بس بوشي ناشي يعني أجر كسي الزعمي كيها بيلا برامبر أو تولا برامبر أو الزعمي أو بيلا بوشي ناشي هو لا يكذب كاك هو نا زيدون زيدون لا يكذب يا أنت لا تكذب بعدنا بزيد بين نشكرون ترى باسك دي زيدون لا يكذب تقويت يا جماني يعني أي أكيد تخصيص تابي أي بوشيناك بوشيناك أجر لبرامبري كسي كابيلي ككسك بيواية كأمر لا يكذب ونيا سو زعمنيا على أمر لا يكذب توش على بابا زيدون لا يكذب زيدون يعني شي أمر زيدون لا يكذب يعني شي يعني قصري درو النكردن أكيد سر زيد بتنيا أنا أبو عمر برا ولا عمر دروكا شنقول يا كسي بيوايا زيدون يكذبو لقال عمر بيكو هادو كان دو قولي ها خلقي لقوراني ألان بيكو شبلا ليدن دو قولي أم بوي بيسينيته دروس نيش آوايا جاري ويا دوان ريانك وليك لما يسا أبو يكي أسين نوا لدم يكي ورق نوا أوش بيوايا كابراي زاعم ألا والله من بيوايا عمر وزيد الشريكة درون هاو باشنا دو بيكو دانشن مجلس غير مكان أي شغله بابا زيدون لا يكذبو أو يترك عتابي بقصد إفراد قصد كيف يشوفه وقصد قلب ناقن جاء وا قابي واقتصر على مصنف على مثال التقوي يعني شيء يعني أجر يا ما باسي زعم كان نكين باسي زعم كان نكين وكانت مجبورين هرب التقوي ليك دينا وا أي شون أنا أجر باسي زعم كبكين برا والله بوش أكرم مثال بيبو تخصيص إيشو أشكرت مثال بيبو تقوي بلان بلين بو تقوية باشتراتك دعي ليو فرع عليه آوها تيغيش نيسا اتر بابش نيسا درزي أمر درزي أمر كيف يسيب يكتوز مراجعي سريعي درزكي بيشو هيا دو درزكي بيشو وثمان الشيخ عبد القاهري جرجاني رحمة إخوائي لبين في وايا تقديم مستدو إليه رنقة تنهاب وتخصيص به رنقة تنهاب وتخصيص أيش كي كاتيك خبرك خبري أو مستدو إليه جمليك فعلية ومنفيشة وأم مستدو إليه كوتو تدعى أداة النفية كوا ألو كاتاو تدعي حرب وتخصيصه هيش تري تانية فرميتي أوجا احتمالي ترهية لبرامبروا دو احتمالي تر لو دو احتمالا أكريبو تخصيص به أشكريبو تقوية حكم به دو احتمالا كتيبون أويك مستدو إليك مقدم به وكلامك أصلا نفي هرتيان به يا أقد تيشيا به نفيك لدواء مستدو إليك وبي نك مستدو إليك لدواء نفيك وا تواو كابي إسي مليارة شن حالت مانا يا سي حالت تواو أقر مانا يو حالتك عن فراوان كين شوك يسا قصد يتبعش مانا أقر بمانا يو فراواني كين رنق مستدو إليك اسمي ظاهر به رنق ضميريش به ناقن جيه ها ما زيدون يفعل
ما زيدون يفعل يا زيدون يفعل يا زيدون ما يفعل وناك إباشا أوجرا ما أنت تفعل أنت تفعل أنت ما تفعل بهم نابي أو شش نمونة بو يسا أمقسم أنكر ملاجيان بو أمقسم أنكر شنك إمامي تفتازاني أفرمي وهذا الذي ذكر من التقديم للتخصيص تارة والتقوي أخرى أما إن بني الفعل على معرفين أم باساني ككرمان وثمان هني كات هي تقديمك تنهاب وتخصيصا وهني كات هي أقنجي هم بو تخصيص بي وهم بو تقوي حكمش بي أو بدياري كراوي كاتيك ك مستد إليه ك معرفة به جاغر معرفة به رنج اسمي ظاهر به وكوت مان رنج شا ضمير به وان يا ملاجيان ها اسو شش حالات بلام وإن بني الفعل على منكرين أجر بيجم مستد إليه ك اسمي كي نكربو بني الفعل على أو منكر يعني شي يعني نسبة فعلك درابو بلا اسمي كي نكره أو كاتا أفاد التقديم تخصيصا الجنس أو الواحد به ليرا بس شي من زيال كدو لباسك بل جيا كاريكا جاري بل جيوازي شي من زياد كدو لباسك تو ألوش علاقة بشي وهي علاقة بمعنى اسمي نكيرا وهي يعني تو اسمك نكيرا بكارياني وكو اسمك جنس بكارياني ياكو واحد لأو جنسه شوني بكاري يعني مثلا اگر قرأت اكو اسمك جنس بكاري بياني اگر تخصيص يكبو على علاقة لقل جنسك بس ايوانيا اگر قصر و اقتصار يكبو على علاقة لقل او جنسها بس اگر مقصدي شبيه فرد يكا او كانت علاقة لقل فردك بس مثلا يسأت والله رجل رجل ايه جاءني اسا اگر مقصدي باو رجل باسي جنسه أو كاتا أجر جاء بيش كوتني لسر جاءني مفيد تخصيص ما يعني شي يعني اقتصاري أو مجيء لسر جنسي الرجل يعني شي يعني عفتنا هاتوا يعني باسك باسي بياوا أجر مقصدي شو بيا بيكا يعني بيا بيكا هاتوا دوان ناتوا سيان ناتوا شوار ناتوا على خيب عدده هيا وأن يوم الأجيان شي ما زياد كدلن باسا يما أم باسي جنس وحدتك لباسي اسمي نكيراهية شكا تو طبيعتي إيشك آوايا باسي اسمي نكيروبو كاليك أويك يشتر باس مان كردوا هموي علاقي بشي وهايا با اسمي معرفة وا اسم معرفة كاتشي اسمي ظاهر بيشي ضمير بي والله أميك ليرا بدوا باسك إن باسي اسمي نكيروبو قيشك ألي ليرا شي زيادة لباسك أجر تخصيص هبو تخصيصك رنق علاقي لقل جنسي اسمك هابي شكا اسمي نكيروبو معنى جنسيتي تيايا وأجرنا علاقي بفرديكو هيا أو كاتا معناك إيش تقول أبي بزاني شو إللي كديته وكاتك تخصيص قصري فعلك أكيد لقل جنسي اسم نكيرك يعني شيء يعني جركت بيجي للجنسي برام بركانية لم جنسها هي للجنسي برام بركانية أم جنسها باسي رجوليته جنسها كتير باسي أفرتايتيه لوانية أجر مقصدي إيش تقولي فرديك يعني لدانيك يعني لدوانا قيشك هاي جارة شو إللي هاد عبارتك وإن بني الفعل على منكر أو كات أفاد التقديم تخصيص الجنس أي الواحد به أي بالفعل وثمان ليربا أكد أخل سر مقصور بوناك مقصور عليه هرشان قاعدة وامان في ألي بلام أغلب أمثلة ألي با أكد أخل سر مقصور بو نك مقصور عليه قاعدة ألي با أخل سر مقصور عليه بي بس بدا أخوك أغلب أمثلة ففي شواني قاعدة كوية كوابية تخصيص الواحد يا تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل يعني شي يعني قصر الفعل على الجنس يا قصر الفعل على الواحد وناك دي الله نحو رجل جاءني باش ما لقيا رجل جاءني بخاتي خو أو تعبير جاري خوي دروس لذاتي خويا ابتداء نكرة نية أي ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا ما قد تخصيص كلا بديه وتخصيص كيايا أي شاء الله أرى ولايت أي وني مال تقديمك تخصيص أكا أي تودي تخصيص
كابي رجل جاءني يعني شي يعني ما جاءني إلا رجل تنالي قصري فعلك يا كده سر جنسك إيسا باشا أقر رجل معنى جنسيتي تابي يعني شي عبارتك يعني شي ديوي دوامي قصرك شي رجل جاءني يعني شي يعني لم تجئني امرأة هاتي في بلاي آفرتو جن أو ناتو بلاي من ديتر أقر وابي فيكون تخصيص جنسين معنى عبارتك أولي دي أيوة بتخصيص جنس يا مثلا رجل جاءني يعني شي يعني لا رجلاني لم كانت مقصد بيشي يا واحد يك فرد يك رجل جاءني بابا رجل يعني بيعويك ك بيعويك هاو بلا يعني شي يعني دو بيعو نهار دو بيعو نهار طبعا تو كي أتواني أم معنى نور قري وفيت يجيشني كسي برامبر كي تواني معنى اللي بديت كاتيا كأول بيري آفرة تابية تو أبي للرجل كجنس بقري كاتيا كأول بيري دو بيوابية تو أبي للرجل يبدانا بقري فرد بقري أيواناكا أجر أول بيري أوابية كآفرة تاتو بلايتو تويش لقصر قالي شي على باب الرجل جاءني رجل يعني جنبو وتو ببي بيري كابرا معنى عبارتك إيش ليك ديتو أي رجل جاءني أجر للريكا سكابوتي كأوكي ويا دو بيواتو بلات تشرينا باب الرجل رجل كوادو رجل رجل جاءني يقدان هاد دو النبو رونا دي هادو كان ليه كاتب قدي دي باش قيش كالي هادو كان ليه كاتب فيكون تخصيص واحد أو كاتب يبا تخصيص واحد نك تخصيص جنس باش من بو أتوانم تخصيصك بهادو جوارك اللي يقدمو ملاجة أوش أفهمي وذلك لأن اسم الجنس حامل المعنيين والله شو كشتك بدسي مني اسمك نكيرانية اسم جنسنية ليه تواني هدو معناك اللي خوي بك معنى جنسيتك ومعنى تحقق إيش لازمني فرد أنا بي يعني ها حامل المعنيين الجنسيتي يا حامل المعنيين بإضافة بإضافة نبي حامل المعنيين بمفعول به بالجنسية والعدد يا قيشك هرب تقديري أعني الجنسية والعدد يا هما الجنسية والعدد يا الجنسية والعدد هرشون يقولون كيف بطانا شونك اسم جنس هدو معناك لخو قري أتواني بهردو جورك معناي كي هم بمعنى جنسية هم بمعنى وحدة أريب الله بمن بزام وحدة يعني شي ده اسم جنس ملك أيش فلمي واحد عدد عددي معينة معينة تكي باعتبار شي يعني أجر مفرد بو يك دانا أجر تسنية بو تنها يك دو داني أجر جمعش بو يعني يكسي داني يوم معينية رجل يعني شي يعني بيعوية ك أي رجلاني يعني دوان خو زياترنية أي رجال يعني سيا يعني دوانية خو يعني يكني يعني أقل ما يصدق عليه لفظ الجمع أو يتر رجال ها أي معين شيء تعينك شيء دنيا ويكيش نية يتر تعينية يعني ككاتي حق سها تسأل إفراد وتسنية وجمع بس هي كام يوم كيلة برامري أو كان معين نية دي قسكي إلى زيادة كي قسكي إلى زيادة قسلا ويا آية كوتو جمعة مسناية كوتو جمعة مفردة أي تتعين شيء تعين أويك توبت واني أم باسل باسي ترجع في توا إيه والحمد لله وجابوا مفرد جاي لمسنى شو مفرد مفرد ده مسنى جاي لمفرد وهادو كان جان لجمع وجمع جاي لهادو كان مبدأ يعني شيء نانا قسل لوانية ملايان قسل سيدانانية شواريش بهر معينة بيانجيش بهر معينة بو شكا أزاني أما جمع مسنانية تعينك أبو اعتبار ملايان نكتا عينك بو اعتبار من نازانم عددي جمعيتك شانا شوك الراسك نازاني شانا شو زاني شانا بس لمسنى ازاني شانا لمفردش ازاني شانا بس الجمع نازاني شانا رنگ سيه بير رنگ شوال بير رنگ بيانج بير رنگ شاش بير بس نزانيني او نزانيني تو اعتبار ناقي ليرا زانينيك اعتبارك كلا برامالي تسنية ومفردة ومعتبرة اي او چيا لصاصة جمعيتا اي معنى جمعيت خوجي اوزل معنى تسنية ومفرد واناكا امرا ميوان مري بري 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 يعني تاوتي بيشتم
دي أعني الواحدين كان مفردا أو الاثنين إن كان مثنى أو الزائد عليه. أها شو يعني معناك؟ نعلي الثلاث، نعلي الثلاث أو الزائد عليه. دباش أو الزائد عليه يعني على اثنين، أي بابوتا عليهما نابو إيش على عليه يعني على العدد المثنى أو عدد اثنين، مثل عدد إيش مفرد إن كان جمعا. فأصل النكرة المفردة أن يكون لواحد من الجنس. يسأل الراسية أجرت اسمك نكرة وكاربيني مبدئيا معنى جنسيتك دي ناقلي جارية مقصد فردك لا أو جنسه، بلان فقد يقصد به الجنس نابي لا بدي مقصد فردك بمعنى جنسيتك دي نابي. رجل جاءني كاك يعني لامرأة نابي يا قيشك، وقد يقصد به الواحد. رجل جاءني نك يعني جنسك، رجل يعني فردك يعني لا رجلان نابي ملاقيا ها لأصلي معنى اسمي نكرات أتواني باسي فردك إيش جنسك إيش في لأصلي معناك بلان جاري وهي وقد يقصد وبي قصدي خو كيف يقصد تشيليك أقل هر مقصده بس معنى جنسيتي اللي بقري جنسي اللي بقري اگر مقصد اشرب بس معنى فردي لي بقولي فردي لي بقولي كيف خد بلا ما كو خوي هدو معناك اللي خو قرتوا فردي اكا لازم لي جنسي اكا واناكا ايو باسي فردك ايش او باسي جنسك ايش هدو كياني تاي بلا ما جاري واي الرنگتو باسي فردك اي ليه دارني جاري واشي الرنگ باسي جنسيتك اي ليه دارني هل مقصد فرد رجل جاءني يعني لامرأة او جنسة رجل جاءني لا رجل يعني او فرد يترخو باسي جنسيتناك حليبون فقد يقصد به الجنس فقط وقد يقصد به الواحد فقط توا يسب بختي أنفر ما يشتي شيخي خطيب قزويني رحمة إخوائي لي بي لنقل فرمايشتك شعب القاهرة قريك يتي بيجي چي قريك يتي بيجي بابا جيان باسك هات سر باسي اسمي نكيرة مردي خواب باسي تقوي حكم نكي أو بيال سلو بدلا أو عليس عليس شي ملا لعبارتك علي. وإن بني الفعل على منكر اتر أفاد تقديم التخصيص يعني شي يعني اتر توباسي تقوينك إيواني عبارتك باسي تقوينك خو أساسا أساسا شعب قاهري جرجاني لهن يجيك باسي تقوي هرنكر دوا ايش كي حالتي يكم كوت مان تقديمي مسند اليها ب اداتي نفي كل بيشي مسند اليك بي جمله كي خبر كي شي جمله كي فعلي بي وتمان لم حالتا شعب قاري جو جانش باسي تخصيصك باسي تقوي حكمناك ونيا والله لدو حالتك يتر اجر اداتي نفي كل دو او بي ياكو اصلا اداتي نفي هرتي انا بي قيشك باسي تخصيصك وباسي تقويش وين اوتوا بس ام ظاهري نقلة نقل تحديدا أم ظاهري نقلة كشيخ قزويني لا شعب قاهري جرجاني أيكا يعني أما هاد لا يزال تكملي فرمايش لك الشعب قاهري جرجانية ظاهري أم نقلة كأم أيكا لي كأنما أو قسيكيني لثا الموضوع تقوي بدياري كراوي كاتيا كمسلو إليه كا نكيرية يعني بي وايا أغر مسلو إليه نكيرة بو وقشون أغر معرفة بو لحالتك يكم جارا شعب قاهر فرميتي بو تخصيصا مش رأي بو تخصيصا بس وتيتي أجر نكي ربو لدو حالتك يدو اعتدا كشعب قاهر جوزاني وين باسكا كأكري بو تخصيص بنو أكري بو تقوي حكمش بن نولا آلو كاتاب ونكي ركا ناكري هر بو شيء بيه بس بو تخصيصا كار وانا اجي انا عبارتك يعني كأنما أجر يما همو حالتك عن بكين با نو حالت أجر واي لي بكين ابن بنو نزم اخو ابني انا لشش حالتي انا مجالك تقوي هي لباسي معرفك ونيا بس كهات سر باسي نكيرا كي المجال تقوينا مني بو شو كان نقلك وايا نقلك وايا على كبو باسي نكيرا يتر باسي تقوينا مني هذا باسي تخصيص ونيا ملاجان اگر بلین شوار اگر بلین شش چون نازم تونی رخین
دوانن بس بتخصيص بو او دوان او هيك ايه نا اخر دوانن بو تخصيص ني كوري مكتوب نا بي واقف اي من كده كيش ناخي نيبالي انا كده كيش ربي بتخصيص دوبار اه نا كده كيش ربي بتخصيص يعني بنا كيرو معرفه وحالته كان زوره بن بنا كيرو معرفه وحالته كان زوره بن كزور بن سياني سرتا سياني سرتا كمعرفك اسم ظاهر به معرفك ضمير به معرفة النبي حتى انك ليش به هم يبو تخصيصه هم يبو تخصيصه بس كهاتي نسر او حالته كاني تر ك وثمان دو حالته ضرب دو او شوار ليرش دو يتر شاشيته بالي او شش جاء امشش حالته بتايبتي امشش حالته بلاي شعب قاهري جرجانيه و شواري أنت على قيب معرفة كانوا هيا مجالي تخصيص تقوية حكم شي هيا بس أجل نكير أبو نولا باسي تقوية حكم تانية بس تخصيص تقي باش بلان إمامي تفتازاني رحمة إخوالي بي أليرا رخنيكي لم نقلها هيا رخنيكي لم نقلها هيا كخطيب قزويني كردوية لشعب قايري جرجاني أليتي أفرميه والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أن لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي ألي إنسان بهر أو نبلي والله أقر أرواني بفرمايش شعب قاهري جرجانية نازانم بلیم صراحت یا بلیم با کنای اگر تو سیری اکی لدلائل و اعجازا فرمایش تکانی وا اگینی هیچ جوازی اک لباسی معرفونه کرانی لم حالتانا لکیو مفیدی تقوی و لکیو مفیدی تخصیص معرفیتی و نکریتی چی علاقی با موضوعی تقوی و تخصیص و ملجن تا تو بیشی ولا با معرفک مجالی تقوی و تخصیصی ها بیه بلا ملا با نکرک بس مجالی تخصیصی به تقوی نبی با چی وا اکی كي أواي كردوا أساسا تو بروسيك لك فرمايشتكي خويلة دلائل الإعجاز أقل بواني أوي هاتبو ليه هاتبو كأوجيا كاري أكالا نيوان معرفة ونكيرة توش بيكا أقل بصراحة فرميتي مقبول مانا أقل حتى بإشعاريش بإشعاريش أوي ليور بجيريا كجوازي أكالا نيوان معرفة ونكيرة توش بيكا قيناك بس نازم تو اسم نقلو لك يو هنا وشيخي قزويني لهيش كي فرمايشتكي شعب القاهري جرجاني ولا دلائل الإعجاز درناك بك أو جوازي كدبي لبيني معرفة ونكيرة جاء يموت مانا جوازي لبيني معرفة ونكيرة لحالتي يكم يكما هرنية هرنية بو شكو هردو لا هر قولكا بموضوعي تخصيص لمعرفة بي لنكيرة بي هرشي بي أرباسي تخصيصة بس دو حالتك أي دواتر كاتيك جملة كجمليك مثبتة يا منفية بلام أداتي نفيك كوتوتو داي مستدو إليك و آلواش عبقاي رجور جاني أفهم مثلا أكري بو تخصيص بي أكري بو تقوي حكم بي جاء أم جاء كاريك تو أي كي يالي والله أعلم دو حالتيش هر مفيد تخصيص مفيد تقوينية والله نازم تولك يناو نازم شكا الذي يشعر به كلام الشيخ أن لا فرق أوي كلا فرمايش تقي الشيخ هو رجيري نابخواهي جوازية لبيني أدواناني تواو أمل أجيان دي الله بي أن لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي تو أو جاء سبب نسر باسي كيتر خول رخنخي الشيخي تفتازاني تيقيشتن دي الله بي بابش نسر باسي كيتر أم جاي لم جيغاك إيما باسي تقديمي مصدو إليه يكين ملاجيان قسي رسمي باسك أويك تقديمي مسند إليه بو إهتماما أما قسي رسمي لباسك يكم يكم قسك شيخي قزويني كري أما بو وتي تقديمي مسند إليه بو إهتماما أو جا إهتماما كانش أسباب يعني هي وجوهي زوري هي بيلا إهتمام باسي اشتكي ترينك بس بأمانة النقلك على شعب قاهري جرجاني بي واي تقديمي مسند إليه أكري مفيد تخصيص به أكري هنجار مفيد تخصيص تقويج به مثلا تواو أما يكي لو كسانك رأي جوازي لنباصها
ورأي معتمدي لم باسها يا إمامي فنك يا شعب قايري جرجاني بويا حقا نقلي فن ما يشتي بكري أو جا سر الرأي أو كشعب قايري جرجاني لم باسا أم رأيها يا سر الرأي أو بابي الزاني كوافقه السكاكي على ذلك وكو أو فرمايشته الحمد لله إمامي سكاكيش كخاوني مفتاح العلوم وكيكك لإمامي علمك أئمة علمك برا والله أيش هاورا لقل إمامي جرجاني بهماشيو أيش بيوايا أرى والله تقديم أكلي مفيد تخصيصه وأكلي مفيد تقويه وتقديم شيو أدي تو يعني كوابي الحمد لله من لم باسا دو إمامان يا خاوني قولك إتركي شمان شي لقل باسك باشا ملجان جا ووافقه السكاكيو باشا اگر وافقه السكاكيو على ذلك اتر هل الريو بوتا قال عبد القاهر والسكاكي بيكو هل كان او قول يعني اتر باسك ابرايو تا بلا موك بلي اي بوي او باسي السكاكي لقل فرمايشتك الشيخي جرجاني يعني ينا تاوكو بيو بلي لهن تفاصيل امانة جوازن مبدئيا لأصي باسكا هورا انك بالفعل تقديم مفيد تخصيص به قيشك مفيد تقوي حكم قيشك يعني جاء لباسي اهتمامك او يوم باسي اهتمامك باسي اساسيك الى باسك بس جاء لو باسي بدا والله تقديم جاري وهي مفيد تخصيص نابي كيوا علي شعب قايري جرجاني وعلي كيتر وعلي والله امام مسكا كيشر وعلي اي با هر يك جار بلي والله ام دو نفر وعلي يعني علي نا يك جار نالم چونك امانه لتفاصيل وشرائط ومرجكانا جواز يعني رونا ووافقه السكاكي على ذلك يعني وافق السكاكي الشيخ عبد القاهر الجرجاني على ذلك يعني شيء يعني على أن التقديم يفيد التخصيص تو أي شرفي ويا تقديم مفيد تخصيص أي بو بيوانية تقديم مفيد تقوية قال بره والله بس تقوي كي مجال إنكاريه ملاجئ يعني ما كتن جاروتو ما نأقصى لهارك تخصيص أبو تقوي شيء لصاص أي تقوي شيء تقوي يعني شيء ملاجئ يعني دوباره بونه اسنادك ادي تو دوباره بوتو انت تو اگر قصدي اكي قصدي ناكي كيف قلت اسناد دوباره يعني ها زيدون جاءني دوباره بوتو يعني ما زيدون جاءني دوباره بوتو يعني يا زيدون ما جاءني قشتي دوباره بوتو بس لا ما زيدون جاءني الي اوت من باسي تخصيص باسي تقوي كيتي ناكين لا دو حالتك اخير اي بول يا باسي تقوي ناكا الي تقويش تي جاي باس بي وكس إنكاري ناكا يلحم لك مادم هيو كس إنكاري ناكا مش باسي ناكا قيشك وافق السكاكي الشيخ عبد القاهر على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط وتفاصيله أم لكن جوابي أو برتياري يا كإيما إيكين باشا أقر أم دوانا هاورا أن بوبيكو باسي ناكا ملاجيان أي شالي ولا لبرأوا كاختلافي كان هيا لكن خالفه في شرائط وتفاصيله إمامي سكاكي لقل إمامي شعب قاهري جرجاني لأصي دعواكها وبشن كتقديم مفيد تخصيصه بس لتفاصيل لشرط وشروط مرج نا والله هني مرجي دانا وأم لا شعب قاهري جرجاني ومرجانين هني تفاصيل هي لفرما يشتكاني أما أو تفاصيل لفرما يشتكاني شعب قاهري جرجانيانين رحمتي إخوائي لبي أشين أسأل مرجو تفاصيلك عن إن شاء الله بس فلما كان جاري فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي حرف النفي إن ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعا وإلا فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي أما هر خلاصي فنما يشتكي الشعب القاهرة بودوا باريكاتوا قالي بابيه الموبير شعب القاهري جرجاني لم جيغا أما فرما يشتكيت مذهب شيخ أما يا في أيوايا أو مسندو إليهيا أقر بشويني حرف نفيكا هاو أو هر هيج قماني تياني كبو تخصيصا بو أتكو حالتي يكمي باسك بو وابو أو جا وإلا أقر وانبو أو فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقو أقر بشويني حرف نفيا نهاتبو يعني بل حرف نفي كاتوا يا أصلا حرف نفي هرتيانية لو دو حالته وتويتي قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي تواو جالم حالتنا مضمرا كان أو مظهرا من علاقة بشي مسلو إليك ضمير بيهرد بي اسم ظاهر بيهرد
معرفة بها هردة بها نكيرة بها هردة بها تواهو ببيتشواني فرمايشتكي كخطيب لي نقل كروتي اغا نكيرة بو بس والتخصيص بو اوانيا مثبتا كان الفعل او منفيا جا مثبتا كان الفعل او منفيا بدياري كراي بو حالتي تقوية تخصيصكي بيكوا انا بو حالتي يكم مثبتا كان الفعل او منفيا يعني شي بو ودا بيه تقول لي بيه هالفعل كم منفيا يتر مثبتا كان الفعل او منفيا يعني شي ديار ملايان او قساني بيشو مضمرا او مظهرا معرفا او منكرا بو همو باسكي همو باسك لتواب حالتك انا مستريلي معرفة بيه نكيرة بيه الضمير بيه اسم ظاهر بيه اقربو تخصيص بو هربو تخصيصا اقربو تخصيص وتقوية حكم بيك و بهردو كان لهمو باسكا بس كهات سر مثبتا كان الفعل او منفيا تنهابو حالتك كباسك باسي تخصيص وتقوية بيك و انا بو حالتك كباسي تخصيص وبتنيا قسينية لباسي فعلي مثبت ها لو بس باسي فعلي منفي ابو يترو تعميم لوينيا ملاقيا رونا ها اما مذهبي امامي جرجاني رحمة اخوالي بي اخوالي مش قيد بلو رحمتانا ومذهب السكاكي انه ان كان نكرة فهو للتخصيص بلام امامي سكاكي رحمة اخوالي بي بيوايك او مسألو اليه اقل نكرة بو يعني شيء اقل نكرة بو يعني تقسمك لباسي حرفي نفيو هيا نيا بيش كوتوا دعا كوتوا قسلوش تانا مكا إن كان نكرة نتوال مسألو إليك نكرة بو إتر أقر حرف نفي هبو يا نبو حرف نفيك لبيش بو يا لبيش هو نبو وتيوتي هر ما دم مسألو إليك نكرة فهو للتخصيص حتما حتما بو تخصيصا نما نوافقه وافقوا في أن على أن التقديم يفيد التخصيص لأوت قال والله أقل مسلو إلينا كيربو بتخصيص أوت بتخصيص بس كي قال إن لم يمنع منه مانع طب إن لم يمنع منه مانع أقل الشيخ نبي نيالي أخي جاروا أشتيا نيالي تو معنى تخصيص لأولي تو لو جيغا حتى با مسلو إليك إشنا كيربي إذا وشتيك زيادة كروبو باسك ونيا أو إن لم يمنع منه مانع بو لفرمايشي إشي عبو قيري جرجاني هبو ملاجيان باسي يمنع مانعو يكرد ليوتي وزيادة كرد أو مرجك إيه إلا مرجك داينا والي أقر مانع نبي أو جابو التخصيص إيه أقر مانع هبو أيتر بو تخصيص نيا طاق ساكين سا وإن كان معرفة بلام أقر بليم مستدو إليك معرفة بو أو با تفصيل يبدين لم جيك فإن كان مظهرا أو فليس إلا للتقوي أجر معرفة بو اسم ظاهر بو نك زمير أو لصدى صد بس بو تقوية يعني شي يعني تلباسي تخصيص نكي اگر هاتو مستدو إليه كم معرفة بو وهاو كات اسمي ظاهر يشبو او اترتو باسي تخصيصنا كيلو باسا يعني شي يعني بس باسك باسي تقوية تخواتو اغلب من اما اسا جوازني لفرمايشي شعب قاهري جرجاني شعب قاهري جرجاني باسي لو كر فرق لبيني اسمي ظاهر وزميرا هيا ديوتو باسيك شعب قاهري جرجاني باسي لو كر كوتي والا تقديمك بس بو تقوية باسي وي كر نا والا وتي باسي تقويش وتخصيص بيكوهن أنا أقول لك جانبنا بس أقربه في قصده وفي واقع حالتك مثلا وقوة من أبونو نبوني زعما كانتو بريال لبوني تخصيص يعني أبوني تخصيص دي أقرب ونيا بس بلي والله حرب وتقوية وبهجر تخصيصي تانية أو بريال اللي لا شعب قاهري جرجانية ملايا بس جوازي جوازني لو تفاصيلة ها بلام وإن كان مضمرا الإرتوزي الحملاتي هنا وتوباسك أقرهات ومستدو إليك الزمير بو أو قيشك فقد يكون للتقوي وقد يكون للتخصيص من غير تفريقة بين ما يلي حرف النفي وغيره أو كات أم جوازينا كاب يا شيء والله لدو حرف النفي وهاتو يا ناتو أخدي أو شاهد مخالف يقصك خمانة يا موتو مانا الزمير بي يا زمير نبي أقل لدو حرف النفي كوهاتو بو أو حرب والتخصيص حرب والتخصيص كشي مالي شي
والله على من على خمسة يا بابا داي حرف نفي هاتوا يا اللي بيش حرف نفي هاتوا يا حرف نفي تيا يا تيانية نا والله أقول جبوا تخصيص بيش أقول جبوا تخبير حكم بي ديو جوازني اللي باسك يا خمان ها كابي وافقه بلام وخالفه يا شي كاك وافقه يانا في وانية تقديم مصدر إليه وتخصيصه اهلي ايتو موافق ايت المخالفة على مخالفة لتفاصيلها شون قوي تفاصيل تيه ملايين لتفاصيلي فرمعيش لك الشعب قاهري جرجانية باسي اويت يعني بهيد جوريك بهيد جوريك تقديم مصدر إليه بس بو تقوي حكم بي تياتي دي اوت الليرة تياتي على اگر هاتو بدياري كراوي مسألة إليك كم معرفة بو وزم واسم ظاهر يشبو للصدى صد بس بو تقوية دي ما هو ما هو توها بيشتر شعب قاري شو جاني واي فرموها نا والله وتو ما نيم معلق ما نجيب معرفة اسم ظاهر واسم نازام شيء وزمير وش تنق قيقسي يا ما دو حالة ما باسكرو وتو ما أقل لو دو حالة أبو رنجة بو تخصيص بي رنجة بو تقوية بي دو حالة إيش يبون كلامك مثبت بيه يا من فيه بيه بلامنا فيه كل دواي مسألة إليك واتب إتلو توما أنا واجب أبو تقوية بيه؟ نه والله ديو تا والله واجب أبو تقوية بيه أو جا كريت تسر باسي الضمير الله والله إلا الضميرك جو مدى بباسي نفيو إثباتو جو مدى بوك الضميرك اللي دوي حرفي نفيو هاتو يا ناتو حتما هر يا أبو تخصيص يا أبو تقوية دي كيم هو ماوتو شون جو نادين يعني بيشتو تمانا جو أدين بوا أقر مسلو إلي إلا دوي حرف نفي قواتبو شون جو نادين برا والله أقل لدوي حرف نفيو بولا صدا صد بو تخصيصة تواوا ها بس ما ليه شيء على جمدة أي كجندة يعني شيء بليه شيء على بلا بو تقوية هذا بيه بلا بو تخصيص هذا كيمو ما هو تملا جم قابي أسد تفاصيل لتفاصيل شيء اختلاف يعني يا لشروط شيء اختلاف يعني يا طبعا لتخصيص كان موافقا موافقا كبالفعل أم هذا كان بيان ويا تقديم المستدعي إليه مجالك يا بو تخصيص بس تخصيص كيا هرشن بخوا امامي سكاكي لباسي مستدعي اليه معرفي اسم ظاهره مجال تخصيص نيشتوا وانا بو هذا وين كان مظهرا الا للتقوي كابي امامي سكاكي لم باسا سيب الريالي داو سيب الريال بروني بريالي يكم وديوتي اجل نكير ابو مبدئيا بتخصيصه بمرجيك ريجريك نيتبيش شي النبي بلا ولا نعلم يسوى قصية كوانيا سيدوهم اگر معرفة بو با جوازي يبكين لبين اسم ظاهر و ضميرة اگر اسم ظاهر بو باسي تخصيصي تانية حتما بس باسي تقوية حكمة اگر ضمير يشبو او ايتر باسي تقوية تاكي هل اتواني باسي تخصيصي تاكي هل اتواني و هاوكاتيش جو مدى باسي حرفي نفي لبيشي مسلو ليواتو ولا دواتو جو مدى بوشتان تواوا بيار اخلافات غانشين أو جاء من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره وغيره بين ما وغيره وإلى هذا أشار بقوله جاء خطيب قزويني كنقل فرمعيش تكاني سكاكي أكا قريكتي بأماجة باسي أم تفاصيلي فرمعيش تكاني سكاكي من بيبالي إسا فرمعيش تكاني سكاكي من ود بياره والدريش ما نخص شيء اختلاف يكي لقل فرمايش تكن شعب قايري جرجانية هاي جاب زين خطيب شون باسك النقلقة نيفرمو السكاكيو ووافقه السكاكيو على ذلك لكن خالفه يا موالين أنا أخو أوي نفرموا وأنا بوا بس إيساء أو تفصيلي أو لكن خالفه يا مقشت باسك قال يشي قال إلا أنه قال إمام سكاكي الرحمة إخوالي لبي لم جيقا فرميت فرميتي التقديم يفيد الاختصاص التقديم يفيد الاختصاص يعني إمامي جرجاني من لم خلا لقلت وهو رأم من إش بيه موايا بيش قسني مسند إليه أكريم مفيد الاختصاص تواوا أو جابت شنسة تفاصيل بس كي إنجاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط إنجاز
مرجی کی دانه او باسکه و تیتی بمرجی من اتوانم بلین پیش خستنی مسندو الیهی مفیدی تخصیصه که جاز تقدیر کونه فی الاصل مؤخرا على انه فاعل معنا فقط روابی و دروس بی و بکری بیشی تخوالی گربا ام مسندو الیهی ایمال اساس بی بین دواوا با بیشن امال روی معنا و فاعله نقل روی لفظ لروي معنى وفاعلة بس مجال يبدأ ريقة بدأ بوك من بتوانم أما تقديري أصي كي بوكم بلين والله لأصا أعم مسدو إليه مؤخر بو تور ريقة بدأ بمن بتوانم أو بكم أرى والله إسابية تعلم بيش خسني أو مسدو إليه بس أو مسدو مفيدي اختصاصة تخصيصة بس تور ريقة بدأ بمن إنجاز تقدير كون المسدو إليه في الأصي مؤخرا تور ريقة بدأ بيش قيشيك أبا أمل أصا مسدو إليك مؤخر بو جاكاتك مؤخر بو تيبو يعني فاعل بو جباش فاعل بو للفظة على أنه والله بس معناه بس معناه هدي لا لفظا وكوشي ملايا نحو أنا قمت أنا قمت يسكاكتو أنا بدواوة ناتواني نابي بفاعل بو قمت ملايا بس بيب فاعلك لفظية معنوي معنوي أي بابا نابي بلفظي أي شو كتأكد شيء تنالي قمت أجالي قمت أنا تأكيدي تو كيف يشوى إتواو كابي التأكيد شرعيني مؤكد كيف فرق شيء ها كابي فاعل لري معنا ويانا أريد دي مادم آوايا قيتشي كاتو بلي ولا أو أنا مادم يسأل بي شوية مفيد تخصيص أو مرجيتي آتو تجي جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط فاعل معنى فقط يعني شي يعني لا لفظا جاز وقدر جاز وقدر قدر عطف على جاز يعني شي يعني أن إفادة التخصيص مشروط بشرطين مبدئيا عطف هو مغايرية جاز وقدر دوشتي ليك الجواز يعني دو مرجية ليلا بو او كتوبتو عني بلي تقديمي مسلو إليك مفيد تخصيصة دو مرجية يكم جاز تقدير دوم وقدر تواو مشروط بشرطين أحدهما يا أحدهما جواز الشرط التقديري يعني جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط أو جاز أو تقدير دروس به أو مرجية كمان والآخر أن يعتبر ذلك أن يعتبر ذلك يعني شيء أن يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا أبي التقدير إيش بكريك لأصل مؤخر بو أما تقديرك بكي تقديرك بكي يعني يا سيما علين شيء علي أنا قمت قيشيك تقديرك ولي قمت أنا نابي ها دروس بيه تقدير بكي وتقديرك ايش بكي كيشو نبي لقال تقديرك يعني هر مجرد جواز نبي بتواني تقديرك بكي بواقع يعني تو اقا تعبيري قمت انا قمت بكي بقمت انا كسير رخنو لي بقلي بلي بشي واكر ها بس خواه ايو بلين بمن يسا فرق او كاتا تشيه بيه لبين يدو عبارتك فرقك فرقك تشيه بيه لعبارتك او كاتا انا قمت لقال قمت انا فرقي شيه ملايا أفرم يكيان أنا قمت بتأكيد حكمة بس قمت أنا بتأكيد مسلو إليه هل أون دفرق فيه أنا أقول عبارتي قمت أنا شاهيش إشكالينية ممنوعة بلي قمت أنا أولا كابي التقديرك هم جائزة هم أكلي للرواقع شو ما مري لقلابك بيك يعني بفعلي تقديرك هيش إشكالك يعني وإلا يعني شي يعني وإن لم يوجد الشرطاني أو كاتف لا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم والله إكاك إيانا قد أو دو مرجنة هات بوجيه من ناتوان بيشن بخواه مفيد تخصيصا أي شيء هذا بيبولي مفيد تقوي الحكم تواو أمل أجيان جاو إلا أقد دو مرجكا نهات بوجيه أقد دو مرجكا نهات بوجيه تصورك بسيح حالة أم
حالته تو اتوانی وی نابکی اگر دو مرجکنات وزی ملاجیان چون بله بزن اتوان بیکن بسی حالت بوم اگر دو مرجکنات وزی یعنی چی يعني هيش كاميان نبو او حالت يك اگر دو مرجکنات وجه يعني چي يعني يا كاميان هبو دوم نبو او حالت كتر اگر دو مرجکنات وجه يعني دوم يان هبو يا كاميان نبو هل سي حالتك دو مرجکيت يانات وت جوانيا ديكابي لو سي حالتا لهر هم يانا مفيدي تقوي حكم انك تخصيص هيش كامل دو مرجکن نبو يك يم هبو دوم نبو دوم هبو يا كام نبو فلا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم سواء جاز تقدير التأخير يعني بامرجية كم هاتبية تجي كما مر في أنا قمت بلام ولم يقدر تقديرك الدروس بيه بس نيكي نيكي يعني شي يعني بس مرجية كم هاتبية تجي مرجية دو منين هاتبية تجي أو لم يجوز تقدير التأخير أصلا يا أصلا تقديري تأخيرك هالدروس نبو نحو زيد قامة جابو شي يسالي رباسي حالتي سيمين اكر ملايين ها بو باسي حالتي سيمين اكا كهر دو مرجقنا اتبو جي داي بو باسي ناكا إلا برو كجائز نبوتو تقديري كي تقديرك شونكي ايوانيا تو اصلا جائز نية تقديرك يعني بنهاد نجي شرطي يكم حتما شرطي دو مش نهاتج سواء جاز تقدير التأخير كما مر في أنا قمت ولم يقدر أو لم يجوز تقدير التأخير أصلا جاء تقدير تأخيرك حد دروس نبو يترك تقديرك شونك وإيش هاد ناكي دوء ليه كم يعني تقديرك دروس بس تو تقديرك ناكي إيك تقديرك ناك دو مرجك ناتو تجي لدوام يعني تقديرك حد دروس نية جاء باش تقديرك دروس نبو شون يكي تواوا رونا داي إذا أنا قمت تو تقديرك همك أنا قمت ما لي أمل أصا قمت أنا أبوه كتقديرك حتما بس بتقوي حكمه أنا يو قمت وكيو تو هاي تبعسي تخصيص تانية بس أكيد وانيا أنا مبتدا يا نسبة قمت درا بولاي نسبة قمت درا بولاي تا أكيد دوباره أنا فرق شيء تقوي حكمه يعني على بس بعسي تخصيص تانية بوش كدو مرجك أنا أتو نتيجة بتعبتي مرجي دوم مرجي يا كمال يا دروسة أتواني تقدير بكي كأمل دعاء أبوه بس كوا تقديرك يكر دوا نا والله هذا علي أكري أكري بيجين أمل أصلا أنا قمت بوه جاز التقديره بلا موقع قديرها تو تجي نا والله أو لم يجوز تقدير التأخير أصلا وكو زيد قام إسأل الله زيد قام هل أبي بلي بتقويه هر ابي بلي بتقويه شكا زيدون مبتدا قام خبر قيتي قامش نسر بدرا وبلا هو كزمير زيد دو جار اسنادك دو بار بو تويان يسل لير تو هنات واني تقدير كي بيجي ولا تخوا بازيدك بين دعوا تخوا دي غير جاري اجازه بدا ريغان بي بدا بامن زيد بما دعوا دي فر مكاك ريغ بي دم زان زي تشي يبي كي فاعل يونيا دي تو غيرك تفاعل بيه يعني بفاعلي واقعي لفظي نك فاعلي معنوي هل فاعلي واقعي لفظ يا موتمان جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنا فقط نك بفاعلي لفظي يسألوا أبي بفاعلي لفظي كما دم بفاعلي لفظي تناتو أني تخصيصي كي أبي أقول يجي بس بو تقوي حكمه ويا ملاجان فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد تواو إيه فقدم لما سنذكره بوي إسا سيرك أم زيد لبيا شوية لبرتي لبيا شوية ولا لبرقسيك اللي ربدوا إن شاء الله بطانكم لكوا لو جغيك على بخلاف المعرفي لا بري أوديوتر عبارتك قال شيء عليه وسسنا سكاكيو المنكرة بلان بخلاف المعرف وسسنا السكاكيو المنكرة
بچو اوديو على بخلاف المعرف الا بي لما سنذكره باسيك دي شو كتقديم فاعلي لفظي دروس نيه ملاجن خو اشتكي معلومه لله خطا تقديم فاعلي معنوي دروس بس تقديم فاعلي لفظي شلون دروس يعني اگر زيد فاعلي قام بيه تو تاني بخدب يشهر بالاقام فاعله نبي اگر فاعلي معنوي بيه لفظي نبي اي بناتوان اي بناتوان يا اخي ده بشغله مبتدا وتا دي او جواب شنو سر جوازيه كثير وتفصيله كثير كلا فرمايش تقي امام سكاكيه يا افرميتي أفرميه ولما كان مقتضى هذا الكلام ألا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص قال والله أنفر ما يشتكى سكاتي كردويتي خطيب لي ونقل كردوة وأقيني براسي تزانم رجل جاءني نابي مفيد للتخصيص به بو چکه تو نتوانی بی بیت دعاو چکه که برت دعا بی بچی ای فاعل لفظی باشه اگه تو نلی مفیدی تخصیص ای علی چی ملگیان نلی مفیدی تخصیص علی چی علی مفیدی تقوی حکم قابل قصی تری بی کی جاو لما کان مقتضا هذا الكلام الا یکون نحو رجل جاءنی یعنی با اسم نکیر بی لپیشوا ألا يكون هاويني أمقسان مفيدا للتخصيص بوش ولأنه إذا أخر فهو فاعل لفظا لا معنى لباش واي يسا يسا كلامك واخوازي بس للري واقعي شوي ما مسكها كير باور الرواية يعني رجل جاءني إلا مفيد تقوية حكمة مفيد تخصيص نية أملا جان أيو شفرمين نا استثناه السكاكي نا والله إمام السكاكي أنباسي لأو حكمة دريناو حكمك عليه بابو التقوية حكم بينك بو تخصيص بس إمامي سكاكي أفهم اللي يقره هكين بو تخصيص قيشيك نابي وأخرجه من هذا الحكم وتيتي والله كاك من لم قاعدة أم نمونوها وينكاين درينا بأن جعله في الأصل مؤخرا وتيتي كاك والله الرجل لما نتوانا بيبا مدعوة أي باش كاك بيبيت دعوة أي بيبا فاعلي لفظي عليه والله نايكم بفاعلي لفظي فاعلي لفظي شيا نايكم بفاعلي لفظي أي كي بس يقول هاي كم فاعلي معنوي آخر شو أنا بفاعلي معنوي والله زميلي تاعي بابا جاء أخوي زميلي تاعي إيه باش أقول زميلي تاعي أبو الرجل أبي بس يبوي أيوانية أبي ببدل ناس عم شيء بيعلن تأكيدي بيعلن بدلي بيعلن شيء بيعلن إيه وكاتب بفاعلي معنوي كيف فاعلي لفظي جاتو خواك كسوديتي جاءني الرجل جاء زميلي تاعي ملاجيان كسيواكا وإمام السكاكي كدويتي نحن مقصدم يعني يا سواء تو ما يبقى فيها شوية ما يما كأي بينه فيها شوية دين باعتباري دعوة قصيرة كنتو ها هرب ما دعوة ما يبقى فيها شوية جاري كتر سنة سنمونك يا جاءني رجلون رجل فاعل يانا عالم علي فاعل إمامي سكاكي علي فاعلني يعني فاعلي لفظيني أنا فاعلي معنوي أخو قماني كالي باشا علي أكري أما بلين فاعلي معنوي بتنيا فاعلي لفظيني جاء باشا أقر تواني أعم بريارة بدي بنتيجة بريارة كتريش آسانة برياركي ترشيبو على المفيد تخصيص سكاك بو مفيد تقوية حكمة بس إمامي سكاكي فرمي لهر جيغي يكاتو وشكان نتواني ببيت دواوة كبرت دواوة ببي بفاعلي لفظي نا ولا اتروكاتا على بيبلي بو تقوية حكمة نا بيبلي بو تخصيصة إباشي السبب أو فرمايش تتوكد لإمامي سكاكي أأمن موني رجل جاءني حتما هل بيبو تقوية حكم بيه نبي بو تخصيص بيه بو شكو تو الرجل برد دعاء ابي بفاعل لفظي اي شغله نباب اجي نعم نبي بفاعل لفظي باقسبكي بدا افهمي افهم بي اي يكون بدلا من الضمير امام السكاكي افهم من بي ام واي حتى اقر رجل بتشيت دعاء شو نبي بفاعل لفظي اي ابي بشي قربان والله ابي بدل بلتي او ضميره ضميري شي الله الضمير الذي هو فاعل لفظا شو قايه زميري كايا لناو جاء زمير هيا زميرك فاعل وام رجلك بدلا جاء هذا معنى قوله واستثنى السكاكي المنكره
چتو اگر اتوی لم فرمایشتی خطیب تی بگی مخصه کدی او قصیه کمنی سبب کردی و تی امامی سکاکی اسمی نکیری لم باسه دریه ناوا باسه که امامی سکاکی با پختی علیه چی؟ علیه من پیم وایه تقدیمی مسندو الیهی مفیدی تخصیصا اگر او مرجانه هات بو ندی اگر او مرجانه نهات بو ندی مفیدی تقویه حکم و تواو يسكاك أأمن مني رجل جاءني مرجكاني تياتو تدي على نا والله كابي مفيدي تقوير حكمة بس أول نا والله مرجي شتياناتو تجي بلام قيشك أتور بلام مفيدي تخصيص شوني ليك على من مرجي تيادي نمجي توبيا ويا مرجي تياناتو تجي أنا من بيا ويا تياهاتو تجي سكت شيق سكا أوي أو رجلا من عليهم فاعلي لفظية إمامي سكاكية فنفاعلي معنوية أوق سكي أنا أخو أيش اعتراف كابو كأيش فاعلي معنى فاعلي لفظية نبخوانات وأنا بخاطب يشوك تازق سقيب الريوتة وتيتي أجر فاعلي لفظي بو خصمة بيش حتما مفيدي أجر فاعلي معنوي بو خصمة بيش حتما مفيدي تخصيصة بس أجر برمدو أبو بفاعلي لفظي نبخوا مفيدي تخصيصني مفيدي تقوية إيه سأعمل من بقصي لسركن إمامي سكاتي برتدو أبو رجولك أتواني بلي فاعلي لفظية يا بلي فاعلي معنوية هذا والله منك ما فاعلي معنوية الراسك أجر فاعلي معنوي بو وكاتب مفيدي تقوينية بوتشكو مرجكيت يا توتجي بس أجر فاعلي لفظي بو وكو خمان دلين نا والله مرجيت يا ناتو تجي كمرجيش ناتو بو جي شيء ملاجان وثمان وإلا فلا يفيد إلا تقوي الحكم وما نود دي واستثنى السكاكي المنكرة وتيتي والله من بيوم وايا نا والله باس اسمي نكيدا بالام باس بين ندري شون والله وتيتي بابي جعله من بابي وأسر النجوى الذين ظلموا تخوابا اوائل يبكين ستو زور على عقل قال اقصي رجل جاءني يعني اتوك اقصي عادتي انسانا هي امية بس ورا من منيك وبينمك او خوافا ميت خوافا ميت خوافا ميت يفنو وأسر النجوى الذين ظلموا أليكاك جان وأسر النجوى الذين ظلموا بمعناك بإعراب ألي على القول بالإبدال من الضمير آخر ألي للم آياتا بوابلين بوابلين دو رأحية إتو خطان بقرين لكتب نحوية كان أمزان زياتر هي يانا بس مقصر ميسات بروني تابزان إخلافك شوانا خلقك ألي الذين فاعلي أسروا خلقك هو ألي اي باشا اگر الذين فاعلي اسروا او واوتي قالين والله او واو علامه جمعيه فاعله ضمير ني علينا والله ضمير شيا كيوتي ضميره اي شلون تخوا والله من هر واو بيني وهر ضمير بوا اي شلون انا بابجان تا امانيه تا اي تانيس علامه تانيس فاعله جاءت هندون او تاتشيا تا اك فاعله يا هندك ادي وتا تا اك بحرف يك رمزيك بو تأنيسي فاعلك ديلي ريش أمو أوابك برمزيك بو جمعيتي فاعلك نابي آمل أجيان خلقك آوالي خلقك آوالي خلقك يتر آلي وأسر النجوى الذين ظلموا واوك فاعله هش قسيتانية أي الذينك ولا الذينك بدل تواو باشي ساقر الذين بدل بيه أي باشي جاءني الرجل رجل قبو بدلني أمل أجيان فرقك شيء لبين أسر النجوى الذين ظلموا لقال جاءني رجل فرقك شيء دي رمزي جمعية فاعلك دركوتوا بس رمزي مفردية فاعلك لجاءني رجل ديارني شكو هو يا مثلا وانيا فرقك هر اونيا انا هدو حالتك وبيك وانا ام فاعليها يا او شبد لبوي او شر فاعليها او شبد لبوي بس فاعلي جاءني قد يارني فاعلي ام ديار هر اونيا فرقك وانيا يعني ستو علي زيدون جاء كوا هيش ديارة اي اقل بلي الرجال علي چي علي جاءو واي بقدرخ نابي اي علي مشواي كوا بي ام رجل جاءني بجعله من بابي واسروا النجوى الذين ظلموا بس وريابا على القول بالابدال على القولي بابلهم كأن باسا على قيبة تير رأيكي نحوي وهي أنا قولي تر هي لبران برونا والله مردي خواب
قولي كتير شيء على الذين ظلموا مبتدايا وأسروا النجوى خبري مقدم يعني قدر أن أصل رجل جاءني جاءني الرجل مقصدي شيء إمام السكاكي قرأك يتي بفرمي شيء قرأك يتي بفرمي بابا يعني رجل جاءني أصلك جاءني الرجل جباش أقر أصلك جاءني الرجل بو أو كات الرجل شيء على أن الرجل ليس بفاعل يعني ليس بفاعل لفظا ها ليس بفاعل لفظا بل هو بدل من الضمير في جاءني بل كو بدل لبنتي أو ضميريك لنا وجاءني هي كبنتي له هو ديكوا ريكوتوا أو فاعل بدل بشتيك بيني بدل بلبنتي ضميريك أو على أنا والله كما ذكر في قوله تعالى رأيكي نحوين يوالي لا وأسر النجوى الذين ظلموا على إن الواوى فاعل والذين ظلموا بدل تواو أو جاء وإنما جعله من هذا الباب خلقي هي الرنج يسبب برسي بلي تخوا أم نازن بوشي واكيد بوشي واكيد يعني ارتكاب أم بس إقي تشكابلي مثلا الذين ظلموا كم ابتدايو أسر النجوى خبري مقدم نابية بلي وواك ضمير نية رمزة أو الذين كفاعل نابية تتو مادم أو دو مجاله هي بوجي دي بنابي بو أم حالتك حالتي كي بلي أم نادية مخفية وكو أسر النجوى نية كاكا أسر النجوى بأشكرا وواكتي بأشكرا بس جاءني خويش ديار نية ارتكابي أم تكلف اشتبو چيه كيتو لم چيه الشفره وإنما جعله من هذا الباب بوية إمامي سكاكي قركتي بيجي أم جاءني رجل أم رجل جاءني وكو جاءني لأصى جاءني الرجل وكو وأسر النجوى الذين ظلموا وهايا لألا ينتفي التخصيص والله ملقيا لبرا وبيجي شي بيجي تخوى باباسي تخصيص لم جغال دس ندين إباشا باسي تخصيص بولا دس ندين إمامي سكاكي أم بارانوي بوشيا ألي بابا ابتدا بني كده روداتو نازاني إسا الرجل جاءني رجل كوتوتا بيشي جاءني رجل مبتدايا دي بلي مجاوز شيا لبي مجاوز شيا تنالا ابتدا بني كده دروسنيا ما لم تفيدك عند زيد النمير وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا كوا بلي مجاوز أو حالتك أجر علي مفيد تخصيصه أو سر وسرتشاهم أرى ولا تخصيصك مجوزة الحمد لله بس شون بلين مفيد تخصيصه أبي بلين أتوانين بيخين دواوة بيخين بفاعليك معنوي نايكم بفاعلي لفظي شو كابو بفاعلي لفظي لا صد مفيد تخصيصني بس مفيد تقوي حكمه وكوي ما مسكاتي فلو تواو كابي أسيما ديارة بوشي ألين ولا باوا هابي لذلك أقول وايدي أنا كي مفيد تخصيص نية كمفيد تخصيص إش نبو ابتداء بنكري محظر روه دا ملاجيان ابتداء بنكري محظر إش دروس نية ببي مجاوز لأن لا ينتفي التخصيص إذ لا سبب له سواه شكا بلي بزانم هو كاري بلي مثلا أو نكري بشيبوه بنكري مخصص بيه لباسي تخصيصك تو نكري محظر هي نكري مخصصة هي بلي بزانم أو نكري نكري مخصصة بيا لباسي تقديمك ها باش تقديمك كي مفيد تخصيصه اگر تو برت دعوان ني كي بفاعلي لفظي دي بو اگر شو دعوان ابي كفاعلي لفظي علي بدا ولا ابي بس من اتوان منيكم شوني ناكي علي ولا ضمير يك تقديركم لنا وجاءنيك او جاء امر رجلكم ببدل او ضميره اي بو حالتي وهي علي اني لا اسر النجوى الذين ظلموها يا بو تشيني اني حالتي وا إيه الحمد لله كوابي ايما بوية استثناء أنباسمان كردوا لقاعدة كي خمان تنها لبدا وتوشي إشكالك جوهري نبين لباسي ابتداء بنكيرا أوشيا ابتداء بنكيري محظة دروسنية حتى تخصيصي تيا بيانكي وجهي تخصيص إشمانية بيلا أوباسة بيلا أوباسي تقديم تأخيرا دي بوية علين كاكي جان تقديمك دروسة ومفيد تخصيصة ومفيد تقوية نية أقر شي ببين دعاء أبي بفاعل لفظيش بس يما نايكين بفاعل لفظي يما نايكين تواوا رونا ملاجان إيه لئلا ينتفي التخصيص إذ لا سبب له أي للتخصيص سواه أي سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنا باشا من أقروا إلي أنا كم قريك يوب كم بسرا لك يوب لمنك لي مخصص
ناكري ناكري هيش وكاريك مبرسوني إضافة منكردوا توصيف منكردوا توصيفي تقديري منكردوا هيش وكاريك مني بلي ملا إيوانيا ولولا أنه مخصص حتما حتما لما صح وقوعه مبتدا ناكري ما حصل دروسه بكي بمبتدا أيدي ولولا أنه مخصص إترسون صحة حتما لما صح حتما ويا ملا ميوان أخوي ولولا أنه مخصص حتما لما صح وقوعه مبتدا تو قال لي كيبا من نكري مخصصا ايش ثاني بكيبا مبتدا شلون ثاني بلان بخلاف المعرف اي خلق يا قال يا باشا خو الذين ظلموا واسروا النجوى الذين ظلموا ملايا واسروا النجوى الذين ظلموا الذين كما عرفني اي كيف بدل بو وكك وكك فاعلا اي كاك زيد جاءني جاءني زيد بس اذا كان بدلي او زميلك لنا جاءني نابي ايش علي برا ولا ابي ابو نابي ابي بس من ايش انت وايلي بكم يعني تو قلت ابي شيء ولا با وايلي بكم بي بتخصيص بو بي كم بتخصيص يعني من زيد بيرم بخم بي شيء جاء نابي ابتدى بمعرفه دروسنيه ابتدى بس يدرسها يا زيدون جاءني وبرايو يعني من لا ارتكابي او حاله ما بويا كدو ولا الرجل جاءني شو كان ناتو انا ابتدى كبكم ابتدى بنكري محصن بو ناكري مجبور اشتي بين ما بيش بلم ولا او نكري محصنيه مخصصه جاء تخصيصك بشي بيا ابو بتقديمك اخر كاك تخصيص بتقديمك يا بيا بك شروطي هيا شروطك انا بي بي نجي يكر شرطك انت يا او يك امامي سكاكي فرموي اذا جاز جاز تقدير كونه في الاصل مؤخرا على انه فاعل معنى فقط معنى بتواني بي بيت دواو بي بيجي فاعلي معنوي نك فاعلي لفظي على بلاوة ادي باش فرقي شيء لقى المعرفة امام السكاكي فرم بلاوة والله بخلاف المعرفة شون فرقين يا فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص بابا كشد معرفة بو تخصيص يعني شيء والتخصيص بو معرفة يعني بحرمة كردن ايوانيا شكو معرفة سري بازني تخصيص ويا تخصيص بو نكري محصي يعني حرمة بيدان بس بو معرفة يعني بحرمة كردن تبر اخواني يعني تو اشتغل معرفه والتخصيص يعني تقول انك يري ما حصا اگر كردم بنا كري مخصصه الحمله ابتدائي في دروسه اي قال معرفه ابو او حال دروسه فانه يجوز وقوعه مبتدا من غير اعتبار التخصيص تواو بويه بنتيجه لم قسى مالينشي الين كاك جان فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيدي في المنكر بلان بيون المعرف تواو ها يعني لم قسوا كالكرمان برهما كيشيا اويك يمي يجين قيشيا كبابرين قربكين بسري خمانا بيجين ام رجل جاءني بيكين برجاءني رجل هركوا واسر النجوى الذين ظلموا هرجن وجهك بعيد اعرابيا هرجن هرجن وجهك بعيدة بلان باواو كينشك تواو أما لمنكر أي من أشارين بلام لمعرفة بوشي بكي دون المعرفين والله لمعرفة خمان لو بسهر نادين شكو قسك الله چي آيا قسك الله ويك اسمك نكير بكي بمبتدا دي اسم نكير نابي بمبتدا اگر نكير محصة بي حتى تخصيصي تيا بيانكي دي الحملة آبو تقديم تخصيصك بيابو أي اسم معرفة نابي بمبتدا بره والله بو نابي بمبتدا اتري چي بي قرأكي تي بيجي والله أمشوكو أسر النجوى الذين ظلموا وايا لا والله شكو اصلا بويا علي وكو واي لا برو بي لي بو تخصيصه اي من بوشي ما معرفه بكم بمخصص ملاجيا معرفه بكم بمخصص يعني قرب كل بساليا هو خدمه منكر داي دباش اسا كابرا برسياري كي بعد برسياري بخيو نو خمان نيكين ليش نبي تو درسك فان قيل فيلزمه إبراز الضمير في مثل جاءني رجلاني وجاءني رجال بس بوخوا أقر سيري شكي والاستعمال بخلافه والله ببي أوفر ما يشتيك إمام السكاكي كرديوتي أزاني ملزم ببتشي
ملزم بيه اگر تو بلي جاءني رجلاني ابي زميرك بيرتدر بيجي چي بيجي جاءني رجلاني بلي جاءني رجال بلي جاءوني رجال ايواناكا ديوالي قال لنا والله والاسم على بخلافي او قسي امامي سكاكي اولي ولازم دي ديكوا خلقوا علي قال لنا والله خلقوان علي امامي سكاكي فهمي چه وجارة بلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلنا امامي تفتازاني رحمتي خوالي بيه لولامي ام برسيارة افن أفهم بابجيان ليس مراده أن المرفوع في قولنا جاءني رجل بدل لا فاعل قال مردي خوابته لم فرمايش إمامي سكاكي بو غلط يا كاكا يعني إمامي سكاكي كي وتي جاءني رجل رجلك بدلا وتي بدلا ها وتو غلط يا شي لباسك كي وتي بدلا وتي بابا من رجل جاءني ملبرسه رجل جاءني أما لبدا سايانا باق سر سر مبكين أما أتوان بكم بجاءني رجل تقديريش بكم بلي مولا أو رجل لوا بدلا أتوان ملي بلي أتوان بونا أتوان أتوان ما الحمد لله بس بلي مولا بحر قسر لسر جاءني رجل بكم بلي مولا أو رجل لوا بدلا كيو تي مامي سكاكي قسي وايكرو ملايا أي وانيا وانيا قسكا على إمام سكاكي خو نهات وتركيب جاءني الرجل نبي إعرابك ولا جاء فعل ماضي أو ضميرك شلنا فاعلك يتيونونك نوني وقاية أو يا أكش مفعول به أو أو رجل شلو دعوة أو بدل فاعلك واي وتوا نا والله وتوا تكاك جيان رجل جاءني رجل جاءني أما مفيد تخصيص بي يعنى تتي والله مفيد تخصيصا ايوتي انا اخر امامي سكاكي ام قسكتو اس اي كي لقل او شرطاني كخودا انا ناغونجي كاكيان ناغونجي تو تو تبو او يك تقديمي مسند الي مفيد تخصيص به يقل مرجكان او يك بتواني مسند اليك ببيت الدعاء ونيك بفاعل لفظي ليتو ناتاني نادي بك بفاعل لفظي دي عشتنا والله نايك بفاعل لفظي نا والله نايك بوش اي كم بدل خواني وتوا من بقى ما الله لقى التركيبي جاءني رجل النار كم ولا أعو بدلا واي وتوا ها وتياتي من بو خور رزقارت لم باسا عليهم أم رجل جاءني مفيد تخصيصا بتشي مفيد تخصيصا خو مرجناها تو تجي على أي باش أي أجن عليهم مفيد تخصيصا بليهم تشي ابتداء من كده دروسة من ناشارم لبر دروسي تركيبك قول بكم بوك أو حالة مفيد تخصيصا ومرجك إيش كاناتو تدي تواو خو نيوتو ولا بيت تو تركيبي جاءني الرجل بدا بدا سيمنو با من بو اعرابكم او جاء او رجل شبه دلي زميرينا و جاءكي واي وتوا ها امامي تفتازاني فين بابا جيان ليس مراده ان المرفوع في قولنا جاءني رجل بدل لا فاعل ازاني بوشي ليس مراده كورا تشونك فانه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل هل هيج إنسان كي عقله وقصناك تعالمي كي يوريكو إمامي سكاكي قصيوابك تواوا بل المراد أي مقصدي چي كاك لا إمامي تفتازين مقصدي چي قال بل المراد أن في مثل قولنا رجل جاءني يقدر أن الأصل جاءني الرجل نهبي تقديري كما لم بعب أصلي أمد أصعوا على أن الرجل بدل لا فعل بوتيوا عليهم إلا برو بيكم بتخصيص بابا جيان تخصيص إتيابي أبي تواوا ففي مثل قولنا رجال جاءوني يقدر أن الأصل جاءوني رجال يسر رجال جاءوني لقى رجل جاءني فقط يا ملاجيا رجل جاءني رجال جاءوني رجال جاءوني مفيد تخصيص بالي رجل جاءني مفيد تخصيص إيوانيا بويا فتأمل فليتأمل يعني شي يعني أمام مسألة مجرد اعتبار خوشتك واقعين يتبلي ولا من تركيبك أوام دابد سيمام السكاكي وتمعلي قبان إعرابك وتدي ولا أعور رجلك بدل زميرنا وجاءك من أرق سيواناك تا إمامك يوكو إمام السكاكي قسيوابك حالب
ليتر ثم قال بالي ربي برينه وبقى ناش نسى ثم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.